مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نظيره الصيني بمناسبة انتخابه مجددا رئيسا لجمهورية الصين الشعبية في رسالة هذا نصها: صاحب الفخامة السيد شي جي بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، فخامة الرئيس والصديق العزيز، بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية الصين الشعبية من قبل المجلس الوطني للنواب الشعب الصيني، يسعدني أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصلة عن نفسي بأصدق التهاني، مشفوعة بتمنياتي الخالصة لكم بموفور الصحة والعافية والسداد في أداء مهامكم النبيلة وللشعب الصيني الصديق اطراد الرفاهي والازدهار. كما لا يفوتني أن أشيد بعمق علاقات الصداقة والتضامن والتعاون التاريخية التي تجمع الجزائر بالصين، مما يحفزنا على مواصلة العمل سويا قصد تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب تعكس طموحات شعبينا الصديقين وتحقق مصالحهما المشتركة. وإذ أجدد لكم أخلص عبارات التهنئة وأصدق التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح، تفضلوا فخامة الرئيس والصديق العزيز بقبول فائق عبارات المودة والتقدير. انتهى نص الرسالة. كما تتابعون في الشريط الهام، باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أشرف السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم على التنصيب الرسمي للعقيد محرز جريبي مديرا مركزيا للأمن الجيش بالنيابة خلفا للعميد عبد العزيز نويوات شويطر. وهذه المناسبة كانت سنحة للسيد الفريق أول، حيث أسدى خلالها لإدارات هذه المديرية جملة من التعليمات والتوجيهات بغية بذل المزيد من الجهود المتفانية خدمة للوطن والالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة. عقب ذلك أشرف السيد الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام. في سياق مساعي الدولة للنهوض بالقطاع السياحي، يأتي ملتقى آليات تمويل المشاريع السياحية في الجزائر الذي افتتح اليوم بالعاصمة من تنظيم الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة بغرض لم الفاعلين في القطاع وإعطاء نفس جديد للسياحة الوطنية ومناقشة آليات استقطاب المستثمرين داخل وخارج الوطن. وقد أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية أن الملتقى يأتي في سياق الحركية النشطة التي يشهدها قطاعه، خاصة بعد ما تعلق بتبديل العقبات أمام المستثمرين. إن هذه المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها تأتي تزامنا مع الحركية النشطة التي يعرفها القطاع من خلال الورشات التي فتحتها الحكومة في كافة مناحي تطويره وترقيته، بدءا بالعقار السياحي القابل للاستثمار الذي يكون اللبنة الأساسية لاحتضان الاستثمارات والذي يعرف عملية تطهير واسعة قصد توفيره للمستثمرين ويكون خال من كل العراقيل والصعاب، بهدف التكفل الأمثل بالرياضيين فيزيائيا وبسيكولوجيا. نظم اليوم المركز الوطني لطب الرياضة بالعاصمة الملتقى الوطني الخامس لطب الرياضة تحت شعار الإصابة الرياضية من الوقاية إلى العودة، بشرف وزير الشباب والرياضة الذي أعطى إشارة انطلاق هذا الملتقى بحضور أطباء مختصين من مختلف ولايات الوطن. نسعى إلى أن نطور هذا الميدان بحيث أنه ربما في خلال سنة 23 سيتم التركيز أكثر على المراكز الجهوية أيضا للطب الرياضي المزمع فتحة في مختلف أنحاء الوطن، بالإضافة إلى مهام أخرى المتعلقة بالمخبر الوطني تاع لونتي دوباج واللجنة الوطنية لونتي دوباج، بمعنى أنه خلق هذا الإيكو سيستام تاع المنظومة الوطنية للطب الرياضي من أجل التكفل بكل مسار الرياضي الجزائري سواء خلال التحضيرات أو خلال المنافسات أو بعد المنافسات في مرحلة الاسترجاع. نبقى في الرياضة ولكن بنكهة السياحة والاستكشاف. تتواصل فعاليات طواف الجزائر الدولي للدراجات الهوائية، حيث تجري اليوم المرحلة الخامسة بين مدينتي باتنا وسطيف على مسافة يقول 144 كيلومترا. هذا وفاز أمس الدراج الجزائري حمزة ياسين بالمرحلة الرابعة التي امتدت على مسافة 121 كيلومترا بين مدينتي بسكرة وباتنا، مسجلا بذلك الفوز الثاني له في هذه الطبعة. المتابعة في الموضوع مع عمر جمحي.
بعدما ضيع الفوز بمرحلة بسكرة في الأمطار الأخيرة، عاد دراج المنتخب الجزائري وفريق مدار حمزة ياسين إلى منصة التتويج بعد دخوله أولا في ولاية باتنا مسترجعا القميص الأخضر لأحسن دراج سرعة. الحمد لله خلصت نتفوق على المرحلة. كما نقول لك أنا ما كنت متأكد بحال نفوز، أنا ما كنت تعبان من أول انطلاقة، وأنا نقول مقادر نكمل المرحلة اليوم، حتكون صعبة، راح نقول خلاص لازم نعمل كرة شوي، حنا خلاص دوك يجوزني الحال، دوك ما قدرتش تسمى كورسة كومبلي، وأنا نقول لهم أصحابي بلي مانيش قادر، هما كانوا يعاونوا فيا ويطلعوا لي المورا يقولوا لي معليش تقدر إن شاء الله. ضيوف الجزائر للملكة الصغيرة ودعوا واحات بسكرة ليكتشفوا فج القنطرة وجمال منطقة لطالما سحرت عيون كل من زارها. السباق كان تكتيكيا منذ البداية، الرياح التي كانت تهب أنقصت من سرعة الدراجة. أول محاولة انفلات كانت عند مدخل القنطرة، لتنقسم الكوكب إلى مجموعات صغيرة قادها خمسة دراجين معمقين الفارق إلى أكثر من دقيقتين. المناظر الطبيعية الساحرة بديكور مغاير اكتشف فيه الدراجون بوابة الصحراء وبعدها جبال الأولاس الشامخة. عملية الكر والفر بقيت على حالها إلى غاية مدخل مدينة باتنا. الفارق الزمني بدأ يدوب، ولأن المسلك كان معبدا أسد الجزائر في السرعة حمزة ياسين باغت الجميع في الأمطار الأخيرة، وبقوة كبيرة يدفع الدواستين ويدخل أولا. القميص الأصفر لأحسن دراج سرعة بقي عند الإيطالي واولي مانيال، ومعه القميص الأبيض لأحسن دراج شاب. حمزة ياسين يستعيد القميص الأخضر، ونفس الشيء للإريتري ييمان داويت الذي ارتدى القميص المنقط لأحسن دراج تسلق. في الرياضة دائما ولحساب الجولة الرابعة من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، تواجه اليوم شبيبة القبائل فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية بملعب 5 جويلية الأولمبي. الشبيبة التي تتقاسم الصف الثاني مع بيترو أتليتيكو الأنغولي بأربع نقاط خلف رائد المجموعة الوداد البيضاوي، تسعى إلى التدارك للتأهل إلى الدور ربع النهائي للمنافسة القارية. وبإمكانكم مشاهدة المباراة على قناة الأولى لتلفزيون الجزائري ابتداء من الساعة 8 مساء. فحظ موفق لشبيبة القبائل في هذه الخرجة الكروية. كرويا دائما ولكن هذه المرة محليا، ومواصلة للجولة 19 لبطولة الرابطة الأولى موبيليس، تستقبل اليوم جمعية شلف فريق مولودية وهرة. إلى أخبارنا الدولية الآن، وفي ملف الصحرائية الغربية، صدق برلمان كاتالونيا على نص قرار يدعو الحكومة الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي. وأكد نص القرار الذي صادقت عليه كافة الأحزاب السياسية المشكلة أقول البرلمان على موقف الهيئة التشريعية الكاتالانية الداعم للحل العادل والدائم للقضية الصحراوية على أساس مقتضيات القانون والشرعية الدوليين وقرارات الأمم المتحدة إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. نحن على استعداد للمساهمة في البحث عن حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان، يتماشى وقرارات الأمم المتحدة ويحترم مبدأ أساسيا ألا وهو حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وندعو الحكومة الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الصحراء الغربية مع العمل على تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. ومن هذا المنبر نستنكر انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل المغرب بالمناطق المحتلة. وفي المغرب، حذرت أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية مغربية من استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد، خاصة مع استمرار انهيار القدرة الشرائية والإمعان في التضييق على الحريات والزج بالمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون بتهم مفبركة. عودة إلى أخبار الوطن، ونختم من قاعة ابن زيدون بالعاصمة، حيث استمتع الجمهور العاصمي صارة أمس بحفل أندلسي أحيته مؤسسة الشيخ عبد الكريم دالي في الذكرى 45 لوفاته. الحفل تناغمت فيه النوتات الموسيقية بمختلف طبوع المدرسة الأندلسية، تقول وهبة دنداني.
سيدات الفن الأندلسي الأصيل، أطربنا العائلات العاصمية سهرة أمس في حفل مميز لإحياء الذكرى 45 لوفاة الشيخ عبد الكريم دالي، مرفوقات بألمع العازفين من أهل الصنعة من المدارس الأندلسية العريقة. من مراسيد المرحوم عملنا أغنية إبراهيم الخليل، وزدنا الحمد لله نلت قصدي وبلغت منايا تاع أغنية الحج الحجازية الحمد لله. ومن بعد عملنا حوازة وعملنا عروبيات وعملنا نقلابات وعملنا وراكي شفتيهم خلصات، والجمهور تجاوب معنا وإن شاء الله دائما نكونوا في هذا المستوى. سجلت قرص من نوبة الأندلسية في كما نقولوا احنا في صنعة الجزائر العاصمة، يعني كانت نوبة من طبع الموال نوبة رصد الديل مع الجوق الأندلسي للشيخ عبد الكريم دالي. المدرسة هامة لأنه نتعلموا الطبوع، نتعلموا الانضباط، نتعلموا الشعر، نتعلموا الغناء، يعني على أسس المدرسة الأندلسية. الشيخ عبد الكريم دالي مسيرة فنية حافلة بالعطاء، أفنى حياته للحفاظ على التراث الفني الجزائري الأصيل. وإحنا مؤسسة عبد الكريم دالي راهي دير قبل كل شيء رد الجميل، لأنه عبد الكريم دالي كان عطى كرس حياته كلها للفن الجزائري وللأغنية الأندلسية. الشيخ عبد الكريم دالي هو عملاق الموسيقى الكلاسيكية وحتى في الحوازة والعربيات. هو زمان كي جا للجزائر جابوه باش يصحح الأغنية تاع الحوزي وتاع العربية. أيقونة الفن الأندلسي نتذكره اليوم في ذكرى وفاته، لنقول الفنان رحل لكنه سكن الزمن والقلوب. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. برامجنا مستمرة، في أمان الله.